مجهولين جميعا، أعاذكم الله يحفظكم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، وأنا خنت برحلك، واستشهدت بين يديك عليكم مني جميعا سلام الله. ما خاب من تمسك بكم، أمن والله من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. حتى إذا نزل المنون محتما خسفت نظارته بحد مهند، فأتاه يعثر في المصيبة عمه دام الحشاشة حزنه لم يبرد. وش يتحمل أبو علي؟ وإلى المخيم عاد يحمل قاسما ويصيح آه راح قاسم من يدي، فأتته رملة بالدموع وبالأسى. سعد الله قلبه تبكي لبدر بالصعيد ممددي. شو تقول الأم الفاقدة اللي تفقد ولد؟ هذه لا تظن دفنت بس ولدها فيها القبر، لا يا مولاي، دفنت روح حويها. وروح اسأل الأمهات، اسأل أولادهم إذا فقدوا أخوه، يقولون أمنا ما تنسى، تتراود على حجرة ليل نهار، ما بيرجع يمه. هذه شو تقول الأم؟ فلأن ولدي حبيبي يا منايا فجعتني، وعلى مصابك جد حبل تجلدي، فلأن
لأندبنك ما حييت بلوعة، وعلى فراقك يا سليل محمد والله يا عم يا عم لا تخلوني على هواي، لا روح للي معفرينه بجانب الماي، ومن دم نحرى لخض بشمالي ويمناي، واصرخ يا عم الخيل حاطت بالصياوي، زينب يا عم اش هالعريس لك شر علينا، هيهات قلبي بتشر والباس الزينة، ليش يمه وشايل الراية على الشريعة معفرينا، كيف نتحنى وبالفضل مقطوع ليد، يا بياتك يا ابو يوسف مؤلمة، ويلي قولوا يا عم الكافلين هض بهم يستنهض اولاد اخوته واولاد عمه، يزفون جاسم بالهنا وينكشف همه، ما يصير شاب مدلل الزفه نساوي، من عادة العري يستمشي خلفها لا وتزف بزينة على جاري، وانا يا عم معرسي من دون لعبات مكسور قلبه وينظر أعمام مطاعي، بالله دي خلوني أشق الجيب وانو هالعريس ذوبني وخلى القلب مجروح، وانا الهنا وعمي يعالج طلعة الروح، وحسين مكسور الظهر ما عنده معي، ولكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد
كل أولئك كان عنه مسؤولا. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. نوروا قلوبكم وطيبوا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. ارحمنا بمحمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. العنوان في هذا اليوم أيها الأحبة: الإسرائيليات أو المرويات الإسرائيلية وعلاقتها بالتراث الإمامي. الآية المباركة أيها الأحبة تشير إلى قضية عقلية، أن الإنسان لا يمكن أن يسقط فكراً أو يقيم آخر من غير حجة. كثير من الناس يخوضون تارة نحو اليمين والشمال وهو ما عنده علم، خصوصاً في الأمور الدينية الشرعية في العقائد. إذا ما عندك علم اسكت أحسن إليك يا مولاي، لأن الكلمة من تخرج من لسانك دونت دونت. حتى الروايات أيها الأحبة، كذلك الأحاديث والروايات، هذه الرواية حتى نقبل هذه الرواية أو نرفض هذه الرواية لازم هناك دليل. الإسرائيليات هاي الروايات شنو قصتها؟ أولا مفهوم الإسرائيليات، إسرائيل كلمة عبرانية تعني الغلبة، إسرائيل تعني الغالب، وهو لقب لقب به نبي الله يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل على نبينا وآله وعليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا لقب عرف به ونسب إليه بنو إسرائيل، إلى هذا النبي العظيم، إما نسبا أو دينا أو نحلة يقال بنو إسرائيل. الكلمة إسرائيل أو الإسرائيليات في علم الحديث، في مصطلح علم الحديث ماذا تعني؟ تعني الروايات المرويات التي تعود إلى راو من اليهود ممن دخلوا إلى الإسلام، دخلوا كرها دخلوا طوعا، رواية عن يهودي يسمونها إسرائيليات. بعد ذلك توسع المفهوم أو المصطلح عند بعض العلماء ليشمل جميع الروايات المدسوسة. رواية مدسوسة يسمونها إسرائيليات، فهذا المفهوم. الروايات الإسرائيلية ثلاثة أقسام: القسم الأول رواية تنسجم مع القرآن الكريم ومع السنة النبوية القطعية. إذا رواية لا تخالف القرآن ولا تخالف السنة، وحسب علمائنا الاشتراطات التي يضعونها بخصوص الرجال والصدور كلها توافقها، ما المانع من أن تقبل؟ مثل اللي يروي ابن جرير الطبري، يروي عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص، يقول هذا في طريقه إلى الشام شاف خرج مملوء بكتب اليهود والنصارى، على اصطلاحنا بكشة كبيرة فيها كتب اليهود والنصارى، فحملها معه وأصبح من أهم رواة الإسرائيليات. عند روايات ما ممكن ترفضها من هذه الكتب، مثل ما يرويه عن صفات النبي صلى الله عليه وآله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، هذه رواية مو القرآن، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين لا يقبضه الله تعالى حتى يقيم به عوجاج هذه الأمة، إلى آخر كلام. هذا كلام لا يتعارض مع القرآن، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا
ولا يتعارض مع السنة. فهذه روايات ماكو مانع من قبولها. اثنين، روايات لا يمكن قبولها، ما ممكن، لا ويا قرآن لا ويا سنة، لا العقل يقبلها بعد. مثل تلك الرواية اللي يروونها عن نبي الله لوط، نبي من الأنبياء المعصومين، وما جرى مع ابنته وهالأمور كلها، هذه ما نقبلها احنا، انت على روحك ما تقبلها، فكيف تقبل بها على نبي؟ احنا الأنبياء عندنا عندهم عصمة، لهم احترام، كل نبي من الأنبياء نجله نحترمه ونؤمن بكل الكتب، احنا ما ننزل من قدر أي نبي من الأنبياء. أي رواية تخدش في نبي من الأنبياء على طول يا مولاي خدها وارمي بها عرض الحائط، ما نقبلها. ثلاثة، روايات يسمونها موضوع بحث، يعني تعرضها على القرآن ما تحصل على قناعة، بعدك تريد بعد أكثر، تعرضها على السنة بعد ما تكتفي، شو تسوي؟ يقول علماءنا هذه خلوها على طاولة البحث وشرحوها تشريح، شوفوا الاشتراطات اللي موجودة تنسجم معها. مثل هالرواية أن حواء ولدت من ضلع آدم الأيسر، ما عليه، اعرضها على القرآن، اعرضها على السنة، تعال خليها صدور الرجال العقل، بعد ذلك تقول أقبلها أو ما أقبلها. فثلاث أصناف من الروايات عندنا مرفوضة، مقبولة، موضوع بحث. اللي يهمنا من الحديث كله هاي القسم الثالث، ما علاقة الروايات الإسرائيلية بالتراث الإمامي وما هو منشأها؟ منشأها يمكن أشرنا شوية، اليهود اللي إجوا إلى المدينة دخلوا إلى الإسلام طوعا أو كرها وبدأوا في نشر الروايات الإسرائيلية. عندنا ثلاثة من رؤوس الفتنة، وهب ابن منبه، كعب الأحبار، وعبد الله ابن سلام. هؤلاء يقول المؤرخ كانوا يأتون، وهب ابن منبه أو كعب الأحبار كان عنده ترى مكتب رسمي للفتية، وعالم، بس عالم من علماء اليهود. هذا اللي يقول له أبو ذر الغفاري رضوان الله عليه، يقول له يا ابن اليهودية أنت الذي تعلمنا ديننا وفينا باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله. احنا عندنا علي ابن أبي طالب، أنت تعلمنا ديننا. فيجون إلى المسجد يقول المؤرخ ويقصون، حجايات يعني يقصون يعني لو تدور كلمة اليوم تناسبها، لأن المؤرخ ترى دقيق للغاية، لو جايبين رواية يقول يروون أو يتحدثون بكذا وكذا، لما يقول يقصون يعني عندهم حكايات طويلة، ما في كلمة تناسبها اليوم إلا كلمة واحدة بين قوسين تعرف شنو، واعذرني عليها، يعني يشلخون على الناس يا جماعة، كذب. وإلى اليوم ترى أكو بعض الناس عندهم حكايات ومغامرات ما أنزل الله بها من سلطان، بس تستانس فيهم بعض أفراد المجتمع، يجون لو يقعدون إياهم 4 ساعات ما يملون، حاطين 4 دلال شاي ويشربون، وهذين مجودين عليهم من يمين وشمال، كل كذبة أكبر من الثانية، فيفرحون بعضهم بعض الناس بهم. فيأتون بعض المسلمين ويقعدون هؤلاء يقصون عليهم. هذا كان منشأ الروايات الإسرائيلية، علاقتها بالتراث الإمامي شنو؟ مو إحنا متهمون، بعض الكتاب مثل محمد أمين وغيره يقول هؤلاء قاموا على الروايات الإسرائيلية أساسا، يقصدنا إحنا مذهبنا قائم على روايات إسرائيلية، عبد الله ابن سبأ هذا إلى دور كبير، يقول انخرط مع أمير المؤمنين عليه السلام وبدأ يدس الروايات في التراث الإمامي، فقام هذا التراث على الإسرائيلية. خلينا نتحاسب شوي، عبد الله ابن سلام من هو؟ عبد الله ابن سبأ من؟ عبد الله ابن سبأ روح اقرأ كتب المسلمين، شخصية أسطورية، طه حسين في الفتنة الكبرى يقول شخصية اختلقت من أجل أن تزلزل كيان الشيعة، تشيع وغيره وغيره. اثنين، وإن كان هناك شخص يسمى بعبد الله ابن سبأ، يقولون موجود،
بس ما عندنا روايات عنه. احنا كتبنا الأربعة: الاستبصار، التهذيب، الكافي، من لا يحضره الفقيه، أكثر من 26,000 حديث، ولا حديث واحد عن عبد الله ابن سبا. زين، يعني ديننا علي؟ لا يا مولاي، احنا ديننا من عند النبي صلى الله عليه وآله، ديننا من عند أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، ديننا ناخذ من أئمة الهدى، هذا منبعنا الصافي للدين من خلال هؤلاء أهل بيت النبوة، معدن الرسالة. هذا ديننا يا مولاي، قائم على القرآن وقائم على السنة. موقف الأئمة عليهم السلام من هالروايات، أكو موقف؟ بلى، تقرأ التاريخ كمواقف عدة إلى الأئمة عليهم السلام. أمير المؤمنين صلوات الله عليه في كنز العمال يقول: وقف على راو يروي الإسرائيليات، راو يروي، فقال: أتحدثنا ونحن حديثي عهد برسول الله صلى الله عليه وآله؟ زغب جبرائيل لا زال موجود، أرض الوحي لا زالت غضة طرية، أنت تحدثنا بالدين؟ فوالله لأسألنك مسألتين، فإن أجبت عنهما وإلا ضربتك. هذا أمير المؤمنين عليه السلام. الإمام الباقر صلوات الله عليه إجا لواحد يقول: ترى كعب الأحبار يقول إن الكعبة تسجد لبيت المشرق في كل صباح. قال: كذب، هذا كذاب. فكذبه الإمام صلوات الله عليه حتى يبين أن الفضل من وين. هذا كعب الأحبار. بعد إيش عندنا؟ خلنا ناخذ هالنموذج حتى تعرف إحنا كتبنا لما تأخذ الرواية ماذا تصنع بها وماذا يقول غيرنا. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. هذه الآية عن نبي الله يوسف الصديق على نبينا واله عليه أفضل الصلاة والسلام. ابن جرير الطبري في تفسيره، السيوطي في الدر المنثور، ينقلون اثنينهم ينقلان رواية عن من؟ عن عبد الله بن عباس. شو تقول؟ وهم بها، يفسرون وهم بها. قال: قال ابن عباس أنه حل السراويل وجلس منها مجلس الخائن، فأوحى الله إليه. شوف رواية، مو روايتنا أقول لك هذه. فأوحى الله إليه: يا يوسف لا تكن كالطير له ريش، فإذا زناه ذهب عنه ريشه. احنا شو نقول؟ ناخذها من أئمتنا الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. شو يقول في عيون أخبار الرضا الجزء الثاني؟ يسأل المأمون: يا ابن رسول الله وهم بها ماذا تعني؟ القرآن جنابكم تعرفون نازل بلغة العرب، بلغة العرب، بلغة العرب يا مولاي واضحة. الآن أنت لو في هالمأتم المبارك، هالمأتم تبغي تطلع من الباب، طالعت في الزاوية وإذا واحد تبغي في موضوع ضروري تركت الطلعة ورجعت إليه، شو تقول أنت باللغة العربية؟ لقد خرجت من المأتم، أنت ما طلعت، لقد خرجت من المأتم لولا أن رأيتك. هذا العرب يقولون، هاي لغتهم. يعني الإمام عليه السلام يقول: هذا النبي العظيم ما كان ليهم بها أساسا، ما هم بها، الهم ما هم بها هو. شوف الهم بالمعصية، لأنه قد رأى برهانا، هذا عند براهين، عند أدلة. القرآن الكريم يا مولاي يفسر بعض البعض، مو أقولك إحنا رواياتنا تمر بعدة مرشحات، ما تمشي بسهولة يا مولاي. فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. استعصم عند عصمه. هذا القرآن يوضح بعض البعض. تعرف يا مولاي أكثر إمام دست فيه الروايات بين قوسين الإسرائيليات من؟ الإمام الحسن عليه السلام. هذا الغريب المظلوم، الإمام الحسن. تقرأ التاريخ والله ينكسر قلبك لما تقرأ التاريخ وماذا كتب المؤرخون والروايات اللي موجودة عن الإمام الحسن عليه السلام. تسألني ليش هالروايات موجودة عن الإمام الحسن؟ حتى يغطون على أمور أخرى من ضمنها الصلح وغيره، حتى يبينون إلك هذا إمام ترى مو معصوم،
هذا إمام مزواج وغير هذه الأمور، روايات ما أنزل الله بها من سلطان. يعني رواية تاريخ تفوح منه رائحة النتونة يا مولاي، نتن التاريخ. الإمام الحسن سيد شباب أهل الجنة، يقول هاي بعض الروايات حتى أعطيك نموذج، يقول طالع من المسجد فقطعت الطريق عليه 300 امرأة. هذه كم باص جايبينهم؟ أي حملة لجايبتهم ما أدري. فقطعت عليه الطريق، اسمع الرواية حتى تقول أنت مستحيل تقبلها، خل لا بتعرضها لا على دليل ولا غير دليل بعد. فقال لهن: أما في كن من تتزوج سيد شباب أهل الجنة؟ الله، أنت الآن لو أشوف لك نسوان ثنتين ثلاث بالطريق وتوقفهم تقول في واحدة منكم تتزوجني، وإيش بيصير فيك؟ العناية القصوى يرقدونك، ها؟ قبقاب ورا قبقاب على رأسك، ما تقبل على روحك ولا على أبوك ولا على أي أحد. أنت ما يصير تقول هالأمر يصير. اسمع الجواب بعد: فأجبنه بصوت واحد: كلنا مطلقاتك. شايف الرواية؟ هذه واحدة، نموذج واحد بس عارض إليك. أرجوك روح سوي لك بس بحث سريع في الروايات التي قيلت في الإمام الحسن عليه السلام. مظلوم بأبي وأمي، مظلوم مظلوم إلى اليوم، مظلوم بعده إلى اليوم، مظلوم إلى اليوم، مظلوم لا قبر عنده بأبي وأمي. ما أتمنى متعودين إحنا في يوم استشهاد القاسم، بعضهم اللي ما عندهم زفة يخلون عند المنبر شموع انثار، يخلون أقول لهم السنة ما آتمنا ماكو بيها شموع، ماكو بيها شموع. عاد يا شيعة ما تودون شمعة على قبر أبو، عاد بس بشمعة واحدة، بس شمعة واحدة. ظلام البقيع ظلام. من هو المعزى في هذا اليوم؟ مو الحسن؟ إذا بعد كل سنة الشيعة يروحون يمرون عليه، كل سنة الحجاج يمرون المدينة ويسلمون عليه من وراء السور، السنة حتى الزوار ما راحوا، ما حد مر على قبره. الإمام الحسين قاعد بخيمته ويا أصحابه في ليلة العاشر. أصحابي إن هؤلاء القوم لا يطلبوني إلا أنا، فوالله لو قتلوني ما فكروا فيكم، ولو قتلوكم ما تركوني، فاتخذوا هذا الليل جملا، وليأخذ كل واحد منكم بيد واحد من أهل بيتي واتركوني. حبيب رمى العمامة وقام يتعفر على قدم الحسين، برير يلطم على رأسه، زهير كذلك. أبا عبد الله لو نقتل وندر ونحرق ويفعل بنا هذا الفعل 70 مرة ما تركناك، ما فارقناك. تقول لي زينب امتحنتهم اختبرتهم؟ قال والله لقد بلوتهم فما وجدت فيهم إلا الأشوس الأقعس يستأنسون بالموت دوني، استئناس الطفل بمحالب أمه. إهني الإمام الحسين قام يناديهم واحد واحد: حبيب مد يد المعصوم، هذا بيتك بالجنة، شاهدوا الجنة كشفا ورأوها رأي عين. برير، زهير، خلص الأنصار، عباس، علي، جعفر، عون، خلص بني هاشم كلهم. أكو واحد قاعد بزاوية ينتظر عمه ينادي، ما نادى. قام وأخذ روحه وطلع من الخيمة وراح إلى خيمة أمه، وقعد راسه بين ركبتيه يبكي. أرجوك أرجوك يا مؤمن ويا مؤمنة، وأنا أقرأ وياك مصيبة القاسم، رجاء من عندي خلفي مخيلتك الإمام الحسن حاضر ويانا، تصور وياي الإمام الحسن عليه السلام
خلينا نبكي عليه اليوم. قاعد رأسه بين ركبتيه، اجت امه رملة على رأسه، ولدي ليش تبكي؟ واحد مآذنك بكلمة، والله اروح اشي عليه، عد عمك الحسين ما يقبل. رفع راس القاسم، يما عم الحسين كسر قلبي. عمك الحسين وايش سوى ولدي؟ قال يراوي اصحابه واهل بيته منازلهم بالجنة، وانا ما يراويني، اخاف ما ارزق الشهادة بين يديه. قالت شو تقول يا ولدي؟ قوم قوم وياي. سحبت من ايده ودت الى خيمة الحسين، استأذنت، دخلت، سلمت على الامام: ابا عبد الله، تأذن لي بالكلام؟ تفضلي رملة. قالت اسألك سؤال، تقبل واحد يأذي هاليتيم هذا؟ تقبل ابو علي؟ قالوا انا بالوجود يا رملة، هذا بقية الحسن، إذا اشتقت لأخي الحسن نظرت إلى وجهه شممته. قالت يا أبو علي، أنت اليوم اللي بكيت وكسرت قلبه، شو هالكلام يا رملة؟ قالت عجل يا أبو علي، تراوي أصحابك وأهل بيتك منازلهم بالجنة، ولدي ما تراوي، لبالك أني جايبتنا من المدينة أقعد بالخيمة؟ لا يا أبو علي، أبغي أفتخر عند فاطمة الزهراء، أقول لها ما بخلت بولدي على ولد شي الحسين. قاسم تعال إلى حضن عمك، ضم إلى صدره: ولدي كيف ترى الموت؟ قال: دونك أحلى من العسل عم. قال: ولدي هذا منزلك بالجنة، أنا ما عندي قلب أقول لك راح تقتل ويانا، ترى إذا أقول لك تقتل أشوف الحسن مقتول أمامي، أنت ويانا يا ولدي، حتى ولدي الرضيع ويانا. يوم العاشر يجول إمامك الحسين بين الأطناب: ألا من ناصر ينصرنا؟ ألا من داب يدب عنا أهل البيت؟ وإذا بهالشباب من الخيمة إجا يركض إلى عمه وسيفه في يده مناديا: لبيك يا حسين. انت بعد لبيك. الحسين شاف القاسم مقبل، دمعت عينه، ضمه إلى صدره: بني بني ارجع إلى الخيمة، لا تفجع عمك، ما عند جلد عمك بعد يجيب شباب إلى الخيمة مذبوح، روح روح يا قاسم روح. دخل إلى خيمته، ذكر أكل إمام الحسن تارك إلى وصية عند أمه: إذا نزل به هم وغم فليفتح هذه العودة. رسالة. إجا إلى صندوق الحسن، أخرج العودة وقرأها: وإذا فيها من الحسن ابن رسول الله إلى القاسم ابن الحسن: أما بعد يا ولدي، إذا رأيت عمك الحسين وحيدا فريدا في كربلاء، لا ناصر له ولا معين، فلا تقصر في نصرته. والسلام. طلع الشباب مستبشر: عمي حصلت الرخصة يا عام، من هو رخصك؟ أنا مرجع عنك الخيمة يا ولدي. قال: رخصني المسموم، وأنا أزيدك بعد صاحب القبر المهدوم. أبو محمد رخصك من وين يا ولدي؟ قال: هاك كتاب الحسن، اقرأ كتابه.
قرأ الحسين الكتاب دمعت عينه. الله يا ابو محمد تبغي تفجعني بالولد اليوم؟ قوم يا ولدي. ادخله الى خيمة الحسن، اخرج صندوق الحسن، البس الولد عمامة الحسن وجعلها نصفين، نصف على رأسه والاخر لفه على جسده على هيئة الكفن. لما شافت زينب صاحت واخاه وحسنا. قومي قومي يا زينب، ايش عندك ابو علي؟ قال طلع النساء كلهم. قومي يا زينب للحسن بنأدي حقوق، خلي البواكي ونشفي دمعك المدفوق. قالت البسها وخلي الجيب مشقوق، واقول عريسك يا سكنه تفقدينه. شايف العرس يا حسين وانت ما حد وياك، والنبي يترادف عن شمالك ويمناك. واما اني باذوب من ضجت يتاماك، وحدك تزفه وخيك العباس وانا سيح وياي. وقاسماه وسيداه، تصور تصور حزين عند الشعراء. امنيه كل ام، امنيه كل ام تمر عليها زفه ولدها، تشوف عريس، الاطفال من حواليه، الشبان يزفون وياهم. هذه لما سمعت زغاريد النساء، النساء حتى على الجنائز يزغردون بعد. انت شايف جنازة شباب ومارين بيها على بيتهم، ويطلعون خواته وتطلع امهم وياهم وتزغرد على جنازة ولدها. رملة لما سمعت الزغاريد طلعت من الخيمة، وصاير كلكم تمشون ورا ولدي بتزفونه. اللي فاقد ولد واللي فاقده ولد يعذرون. اسمع اسمع رملة، اسمع رملة، اعرف بتبكيك اكثر رملة الان. تقول لي ابو علي بتزفون ولدي، خلوني انا اخي ابوي يمكن يجي من المدينة. يا محلى المعرس اذا كان ابوه على يمينه وعمه على شماله. كان بيد زفون جاسم، جيبوا الشمع من البقيع. كان بيد زفون جاسم، جيبوا الشمع من البقيع. خضبوا الكفين، خضبوا الكفين من دم الرضيع، خضبوا الكفين. يا الهاشم هذا معرسكم بزفونه، لا تكسروا خاطر احنا ينتعرفون. بس لا تنامون لازم تحضرون، كل عمامة وأخوته وأهل جميع، كل عمامة وأخوة. وانت يا أبو علي بتنخي منه؟ عندك أحد بتنخي؟ قال إيه يا رملة، إيه يا زينب. يا الذي على المشرعة ظلت رمية جثته، يلا. يا الذي على المشرعة ظلت رمية، هذا جاسم زافي ننهض عاين. كان يا كبش الكتي بابيك للنهضة جلت، فزع شبول الهوى شمقوم بنزف هالولد.
وصل زفافة وانا مفروض ما عندي احد بس حريم تجر وانا والقلوب مفتتة على من مناد وقاسما أخذ الشباب من يده وأسلمه إلى الأعداء. يقول شيخنا الصدوق وكان فارسا يعني على جواد القاسم يقول نزل إلى المعركة غير آبه بالعدد والتعداد وهو يرتجز ويقول إن تنكروني فأنا نجل الحسن صبط النبي المجتبى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن قاتلهم قتال الأبطال أوقع فيهم مقتله بينما القاسم يقاتل شد عليه ابن الأزدي وضربه بالسيف على رأسه هذا إذا أنت تبكي عليه بهالصورة عم الحسين وش حاله نادى بضعيف صوت عم حسين عليك مني السلام إجا كالصقر انقض على ابن أخيه تمدد جانبه ولدي قاسم يعز على عمك أن يسمعك فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك بعدا لقوم قتلوك وما عرفوا من أنت ومن هو جدك وأبوك النسوان على باب الخيمة ينتظرون رجوع الحسين وإذا به يحمل الشباب على صدره جايب لنا الخيمة ورجلاه تخطان الأرض يعني إمامك محني الظهر جاب ومدد في خيمة الشبان صفى إلى جانب علي الأكبر وامتد بينهما تارة يقبل القاسم وتارة يشم الأكبر يقول يا شبان بالله لا تونون يا شبان بالله لا تونون تشعبون قلبي من تحنون شبان والله شبان مثل الورد تزول والله جابه ومدده ما بين خوته قعد عدهم يا ويلي وهم موته بس ما سمع النسوان صوته اجت رملة تصيح الله أكبر دخلت زينب على الحسين في الخيمة قوم يا ابو علي قوم من الخيمة فقد وصلت ام الشباب قوم يا ابو علي اذا في رمق حياة خلها تلحق عليه قام الحسين كف دموعه وهو يصفق كفا على كف جابوها بأي حالة اسمع التصور يقولون جابوها واحدة من النساء تعضد عن يمينها والثانية عن شمالها أنا ما أدري إذا شايف أمي يدخلون هالمغتسل على ولدها بهالحالة يا مولاي
اجت وقعدت عند راسه، واول ما شافت راسه مطرور نصفين وقعت عليه مغشا عليها. بعض الاخوات المؤمنات يقولون عاد عاد ليلة الثامن وليلة التاسع، ترى هذه ليلتين تواسينا احنا اللي فقدنا اولاد. اني فاقد ظنا وما نسيت، نبغي هالليالي يواسوني المؤمنات والمؤمنين. قاعد عند راسه تخاطب ولده، يلا يلا يا مولاي ابيات الدعاء. دراس الولد تقول له ما لغيرك ما تصيد لي بعينك، ما لغيرك يجرح احساسي ونينك، ما لغيرك رضا من القبر دون، ما لغيرك ماني امك يا دلالي، ما لغيرك ضمني لصدرك يا غالي، ما لغيرك يا ابني ما ترحم بحالي. احد الاخوان يقول امي فقدت اخوي وكل يومين ثلاثة تروح تبطل كبت الولد تعدل ثيابه. تعدل وسادته، خلينا ناخذ ثيابه يوم من طلعها. قالت لا هذه ثياب ولدي، انت بذمتك. هذه الام مو عيونها على الولد وخاطرها، هي تزفه بايدها. قوم لي خلني بيديني ازفاك، قوم لي حنتي من فيض نحرك، قوم لي عمتك بتشد جرحك، قوم لي بيت الدعاء، قوم لي ونشفي دموع العقيلة، قوم لي بعدكم صارت ذليلة، قوم لي طاح حملي من يشيل. صوت واحد حسين يا حسين، حسين الله يعودك اليوم ثامن، حسين على القاسم العريس أم المكارم أشاعت بيوم العرس نشر المآتم. بشباب القاسم، بغربته، بأبي محمد الحسن، فرج عن كل مكروب يا الله، اشفي كل مريض، فرج عن كل مكروب يا الله، تقبل منا الأعمال، أصلح لنا الأحوال يا الله يا الله يا الله. الإخوة والأخوات المتابعون المستمعون فردا فردا، المسببون لهذا الشرف العظيم، احفظهم في أنفسهم ومن يلوذ بهم ونحن وإياهم يا الله.
إلى موتانا وموت المؤمنين والمؤمنات أجمعين. نهدي الجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات. جسام يا ظلوتي رايح رايح من عيوني، جسام يا ظلوتي رايح.